القارة يوجد توقفات دولية بسبب ارتباطات كل القارات بالتصفيات المؤهلة للبطولات القارية. طبعا أمم أوروبا أبرز المواجهات اللي هتكون النهاردة، طبعا منتخب فرنسا هيلاقي منتخب مولدوفا الساعة 10 إلا ربع، وأيضا منتخب البرتغال في لقاء قوي بعض الشيء مع المنتخب الأوكراني الساعة 10 إلا ربع بتوقيت القاهرة. احنا عارفين أن الفيفا ديتس بتحرم المشاهد من متعة كرة القدم ومتعة الدوريات الأوروبية، لكن الأسبوع ده هيكون عندنا توقف دولي وبسببه هنتحرم من الدوريات الإنجليزي والأسباني والإيطالي، لكن الأسبوع الماضي بما أنه كان سخن جدا وبالتالي عندنا إشباع بنسبة كبيرة جدا من الدوريات العالمية، وبالتالي نقدر أن احنا بقى نتوقف علشان نطمن على كمان منتخبنا اللي هيلعب بكرة إن شاء الله أمام منتخب النيجر الساعة 5:30 في آخر مباراة في تصفيات الأمم الأفريقية. طبعا مباراة تحصيل حاصل لكن مهمة جدا أيضا للإطمئنان على اللعيبة اللي ممكن تكون موجودة في المرحلة المقبلة. كمان عندنا مباراة بعديها بثلاث أيام على ما أعتقد مع منتخب نيجيريا، مباراة ودية مهمة جدا أيضا للإطمئنان، وأن المدير الفني يجرب أكتر من لاعب علشان يعرف كل الخامة اللي موجودة عنده وكل اللعيبة اللي موجودين عنده ومين ممكن يعتمد عليه خلال الفترة القادمة ولا لا. طبعا عدم وجود محمد صلاح بسبب يوجن كلوب والكلام اللي كان بيقال في التليجراف والديلي ميل والصنة الإنجليزية إن كان في تنسيق ما بين المدير الفني لليفربول وأيضا ما بين المدير الفني لمنتخب مصر براحة محمد صلاح في الفترة القادمة بسبب طبعا صعود ليفربول في مواجهة قوية جدا أمام بورتو في دور الثمانية، وأيضا في المنافسة الشرسة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وبالتالي محمد صلاح مش هيكون موجود في التجمع الدولي الحالي بسبب ارتباطاته مع ليفربول، بسبب أن منتخب مصر طبعا يعني مش محتاج خدمات صلاح في الفترة الحالية. منتخب مصر خلاص صعد قبل حتى مباراة النيجر وقبل حتى ما يتم الإعلان عن البطولة أنها تكون في مصر. أعتقد أن منتخب مصر بيفرض سيطرته بشكل كبير جدا على المجموعة اللي هو موجود فيها. طبعا رونالدو وكريستيانو رونالدو إيه اللي حصل؟ كان فيه امبارح طبعا كلام من الاتحاد الأوروبي رسميا إن رونالدو مش هيتم إيقافه بعد ما تم شكواه من مسؤولي أتلتيكو مدريد، ولكن فقط تم تغريمه ماليا علشان رسميا رونالدو هيكون موجود في مواجهة أياكس أمستردام ذهابا وإيابا، ومش هنتحرم من متعة ولا جمال ولا حلاوة رونالدو جوه الملعب. طبعا ريال مدريد والكلام عن الصفقات وهل فعلا هم 450 مليون يورو اللي زيدان هيتحكم فيهم الموسم الحالي ولا هيكونوا اقل ولا هيكونوا اكتر، لكن ال 450 مليون يورو دول في الزمن ده مش هيجيبوا غير لاعبين ثلاثه. نتكلم في هازارد العرض الاول كان ب 85 مليون، تشيلسي رفض وقال عايز 115 مليون. ايضا كلام على كاليدو كوليبالي لاعب نابولي واللاعب السنغالي في مركز المساك لتدعيم خط ظهر فريق ريال مدريد طالبين مش اقل من 100 مليون. طبعا الكلام ايضا على امبابي ونيمار، وبعض الكلام بيقال ان امبابي قال لا لفريق ريال مدريد وان هو مبسوط في الفتره الحاليه مع نادي باريس سان جيرمان. لسه هنشوف الكلام على ساديو ماني والكلام ايضا على ايكاردي المهاجم وهاري كين، كلام كتير جدا بيدور وهيدور في اذهان ومشجعه ومحبين فريق ريال مدريد، لكن معانا كلام اكتر بكتير وفيديوهات زي ما حضراتكم عارفين اللي بتحبوها ودايما بتستمتعوا بيها معانا هنا على قناه الاهلي، لكن هنروح لفاصل ونرجع نكمل بعدين، خليكم معانا.